السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أهلا ومرحبا بكم. لابد أنكم قرأتم في العنوان، يعني سنعرف الطريقة لكي تبقى الصباغة أو هذا الدهان لكي يبقى لمدة أطول، يعني عند خلطه يبقى معك لمدة أطول لعدة أشهر دون أي ضياع، فكما يعرف الجميع وكما ستشاهدون إن شاء الله في آخر الفيديو، عندما نترك الصباغة بخلط يعني موجود بداخلها الماء كيف تصبح عندما يطول عليها الزمن. فإن شاء الله سنحاول أن نشرح لمن لا يعرف الأمر. فهناك من يقول، يعني هناك من يعرفها وهناك مبتدئين أو إخوان لازالوا جدد في العمل فلا يعرفون بعض الطرق وبعض الخصائص وبعض الأسرار ومعلومات يعني حول الحراك. فإن شاء الله سنحاول أن نعطي هذه المعلومة لمن لا يعرفها، فتابعوا الفيديو إن شاء الله سترون يعني كيف نقوم بخلطها بدون ماء، ومن بعد عندما نحتاجها كيف نفعل للعمل بها مرة أخرى، وستشاهدون أيضا كيف تصبح عندما نترك بداخلها الماء. فتابعوا الفيديو إن شاء الله لتعرفوا الطريقة. الآن سنقوم بفتح هذا السطل الذي تشاهدون أمامكم، فنحن قمنا بخلطه يعني حوالي 3 أسابيع من الآن، هكذا حوالي 3 أسابيع، فستشاهدون عند فتحه يعني كيف تبدو الصباغة من الداخل. فهو يعني قمنا بخلطه بدون ماء، فستشاهدون إن شاء الله سنقوم بفتحه الآن. وهناك أناس يعني يستهزئون ببعض المواضيع، فلاحظوا طريقة فتح السطل. فهذه الطريقة هناك من لا يعرفها، يعني المبتدئين لا يعرفون هذه الطريقة، فلذلك لا تستهزئوا بالمعلومات مهما كانت صغيرة. الآن شاهدوا، هذه هي طبيعة الصباغة عند فتحه، فقمنا بخلطه كما قلت لمدة 3 أسابيع. فلاحظوا كيف يبدو، سيقوم بخلطه الآن. لاحظوا لا يصعد لا ماء ولا أي شيء، يعني كيف مثل ما نشتريها من المحل بهذه الطريقة، فهي ليست بيضاء، فهو موجود بداخلها الملون. ستشاهدون يعني بعد قليل سنقوم بفتح السطل الآخر باللون الرمادي، وستشاهدون أيضا فتبقى كما تشتريها من المحل وتبقى معك بهذه الطريقة لمدة شهور. فعندما نقوم بالعمل كما تشاهدون الآن، نقوم بوضع الكمية الذي نحتاجها ثم نضيف عليها الماء. ستشاهدون الآن يعني كيف نقوم بهذه الطريقة، فلاحظوا الصباغة كيف تبدو، يعني مثل ما تشتريها من المحل هكذا. يعني نحن نحتاج مثلا هذا المقدار لنعمل به هذا اليوم، يوم أو يومين أو المهم لا بأس إلى بقية يومين أو 3 أيام أو أسبوع، لكن يستحسن إذا كانت المدة أطول يستحسن هذه الطريقة. فهناك يعني بعض الإخوان يعملون في منازل وتبقى لهم الصباغة ويتركونها لصاحب المنزل، صاحب المنزل لا يحتاجها ربما ل6 أشهر أو 7 أشهر أو ربما أكثر، فعندما يذهب للعمل بها يجد يعني قد جفت في الأسفل. الآن بعدما وضعنا الكمية التي نحتاجها نقوم بصب الماء ثم نقوم بخلطه بشكل عادي، وبالنسبة للألوان فهي لا تتغير الألوان. فكما قلت يعني الإخوان الحرفيين من يعرفون يعني المعلومات، فنحن ننشر المعلومات للمبتدئين ومن لا يكتسب يعني بعض الخبرات حتى ننشر الفكرة للجميع إن شاء الله. لاحظوا يعني قمنا بخلطه الآن، فهذا ما سنحتاجه يعني ما سنعمل به يعني اليوم، والآخر نقوم بغلقه بإحكام ونتركه إلى الجانب، ربما سنحتاجه بعد أسبوعين أو أسبوع آخر. الآن سأريكم يعني السطل الآخر الموجود بداخل الرمادي،
لتروا أيضا كيف يبدو. حتى هو تركناه يعني لمدة 3 أسابيع أو أكثر. سنضع هذا في الجانب لأنه سنعمل به الآن ونقوم بتغطيته هكذا حتى لا تسقط عليه أي غبار. الآن سنرى اللون الرمادي، وهذا كما ترون إخواني هذا اللون الرمادي، فلاحظوا فأنا لا أحتاجه اليوم، لكن قمنا بخلطه عند بداية العمل. وضع الملون، يعني الملون الرمادي تعلمون يعني الملون الأسود، وضعنا عليه الملون، فلاحظوا يعني لا نضيف عليه الماء نهائيا، فبذلك الماء يعني تقل يعني قوتها مع طول الزمن، وأيضا تطلق روائح. فأنتم تعلمون بأن الصباغة عندما تطول مع خلط الماء تطلق بعض الروائح ويصعد الماء إلى الأعلى، فستشاهدون هذا إن شاء الله. سآتي لدي بعض الصباغة كانت يعني قد بقيت من إحدى المنازل، سترونها إن شاء الله في الآن بعد قليل يعني كيف تصبح عندما يكون بداخلها الماء. لكن هكذا تبقى بأمان، ومتى احتجتم أن تعملوا بشيء تأخذوا المقدار الذي تحتاجونه. إذن هذه القنينة أو هذا السطل الصغير موجود بداخله الصباغة، فلاحظوا سأقوم بفتحه، ولاحظوا يعني الإحكام الموجود يعني عند غلقه، لاحظوا يعني محكم جدا، لكن مع ذلك ستشاهدون النتيجة. لاحظوا فهذا أنا انتهيت به يعني حوالي يعني 3 إلى 4 أسابيع هكذا انتهيت به في منزل آخر. فلاحظوا لاحظوا كيف تنزل الصباغة إلى الأسفل، وكيف يصعد الماء والزيوت الموجودة بداخل الصباغة كيف تصعد للأعلى. فلاحظوا الآن سأقوم بخلطه أمامكم لترون. لاحظوا رأيتم يعني كيف تنزل الصباغة للأسفل، وهذا يعني مدة قصيرة يعني لمدة 3 أسابيع أو 4 أسابيع هكذا، فما بالك لو بقيت لعدة أشهر. فغالبا يعني الصباغة التي يشترونها الزبائن يعني يتركون لهم من جميع الألوان، يتركون لهم مقدار يعني حوالي نصف سطل أو يعني يبقى لصاحب المنزل من الصباغة الذي يعمل بها الحرفي في الداخل، فتبقى له في المنزل يتركها لمدة سنة أو 6 أشهر أو 7 أشهر، فعندما يذهب لفتحها يجدها مثل هذه التي ترون الآن. إذن هذه هي الفكرة والمعلومة التي أردت أن أتقاسمها معكم. فكما قلت للمرة الثالثة أقولها، لا تستهزئوا ببعض الأمور، فأنتم تعلمونها وهناك من لا يعلم هذه الفكرة، فتأتيه يعني كأنه استكشف شيء جديد، فلا تستهزئوا بالأمور، فأنصتوا للجميع. فهناك معلومات تأتيكم من أناس لا تتوقعون أنها تأتيكم من ذلك الجانب، فلذلك يجب الإنصات لكل شيء. إذن إخواني هذا هو فيديو اليوم، وهذه معلومة اليوم إن شاء الله. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.